طيب باشمهندس سارة، احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي امشي في مجال الشبكات وابتدي منين، صح؟ صح. طيب، في اولا علشان تقفي على ارض صلبة حضرتك محتاجة كورس مهم جدا اسمه سي سي ان ايه. ده تمام. اسمه سي سي ان ايه، سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت. ده خاص بالراوتينج اند سويتشنج، حلو. تمام؟ طيب ايوه بعد ما اخلص الراوتينج والسويتشنج، الراوتينج والسويتشنج الاول عباره عن ايه يا باشمهندس؟ ده عباره عن الربط، بربط السويتشات شبكة. والراوترات وبعمل شبكه، سواء كانت شبكه داخليه يعني لان لوكال اريا أو وان نتورك، او شبكه هطلعها على الانترنت واخلي اربط فرع مثلا مصر بفرع الاردن او اي دوله تانية، ساعتها هتبقى اسمها وان وايد اريا وان نتورك، تمام؟ ايوه طيب انا ده الشق الاولاني اللي هو شق الربط، بعد ما ربطت الدنيا عايز بقى اتحكم في اليوزر، ادي اليوزر بوليسي وصلاحيات واقفل عليهم اليوز بي، واقفل عليهم مثلا الكنترول بانل او اي حاجه تانية، عايز اتحكم في اليوزر، اكريت يوزر، يعني اعمل مثلا مكنه او جهاز عندي في الشركه بي سي هيقعد عليه اكتر من يوزر، فبالتالي لازم اكريت لكل يوزر اكاونت. ده هيكون من خلال كورس اسمه ام سي اس اي، ده الشك التاني اللي هو بتاع مايكروسوفت سيرتيفايد، تمام؟ ده خاص بمايكروسوفت حلو. سوليوشن اسوشيت. طيب هذا إذا كان يعني أبي أربط من كمبيوتر مثلا 10 كمبيوترات، صح؟ بصي، الشك الاولاني اللي هو بتاع سيسكو ده شك الربط، انا عايز اربط كمبيوترات ببعضها على سويتش معين، ومن السويتش اخد للراوتر، ده الشك الاولاني. الشك التاني انا عايز بقى اتحكم في اليوزر دي، هدي اليوزر صلاحيات، اليوزر ده فهماني؟ أعطاء صلاحيات يعني. بالظبط، هتحكم في اليوزرز بقى. انا الشك الاولاني كان خاص بالربط، الشك التاني للتحكم في صلاحيات اليوزر، زي إيش مثلا؟ زي مثلا انا عندي اليوزرز هنا عايز اديهم صلاحيات، اعمل مثلا اكريت لهم جروب بوليسي، انفذ عليهم بوليسي معينة ان اليوزر ما يقدرش يخش على السيستم من بعد الساعة 8، حلو. أو مثلا هقفل عليه الرن، يجي يفتح الرن من عنده زي كده ما تفتحش، يجي يخش على السي ام دي ما تفتحش، فهتحكم في الجهاز بتاعه وأنا قاعد في مكاني، حلو. يجي يحط يو اس بي فلاش، لو دخل اليو اس بي فلاش في البورت اليو اس بي هيقول له ايه؟ لا مش هتشتغل معاك، وارجع لمين؟ للادمنستريتور، كلم الادمنستريتور علشان خاطر يحل لك المشكله بتاعتك، تمام؟ فانا بتحكم في صلاحيات المستخدمين. طيب في برضه حاجه تانية، انا بدل ما كريت ويندوز على كل ديفايس او كل جهاز كمبيوتر وامشي على كل جهاز وكريت له ويندوز، لا انا ممكن من خلال السيرفر اللي هو الاكتيف دايركتوري اللي هو الدومين كنترولر اكريت من عليه، او اعمل من عليه حاجه اسمها ويندوز ديبلويمنت سيرفيس، دي اسطب ويندوز لكل الناس اللي عندي في النتورك، فدي برضو حلو. بتحكم فيها من خلال الاكتيف دايركتوري. بعمل في الاكتيف دايركتوري او الدومين كنترولر الدي سي، يعني اللي هو الام سي سي يعني الكرسي بتاع مايكروسوفت، بعمل يوزر، بكريت يوزر وبحطهم في جروب، مثلا الجروبات دي هتبقى للسيلز او لاي حاجه مثلا في الشركه اللي انت فيها، الاي تي او اي حاجه، واخصص جروبات، وكل جروب ليهم صلاحيات غير، يعني كل جروب ليهم صلاحيات مختلفه. هذه من موجه الأوامر، صح؟ بالظبط، حلو. يعني الدومين كنترولر ده هو اللي بيتحكم في صلاحيات المستخدمين. حلو. يبقى كده تاني سريعا،
عندي شقين، الشق الاولاني اللي هو الربط، بربط الراوترات والسويتشات والاجهزه مع بعض من خلال ايوه الكابلات، بمد كابلات واوصل الكابلات في السويتش وهكذا. عايزه تشوفي رسم يعني الكلام ده عملي، ممكن نفتح برنامج الباكت تريسر. اوكي ده البرنامج اللي حضرتك تقصدي، اللي هو اللي هنشتغل عليه ان شاء الله، الباكت تريسر. في برنامج تاني ايوه يعني بيحاكي برضو الراوترات والسويتشات اسمه جي ان اس 3، بس احنا هنتكلم جي ان الاول اس جي ان اس 3، بس احنا الاول اوكي هنتكلم في الباكت تريسر. لو جيتي كده عملنا شبكة صغيرة، جبنا هنا سويتش وهنا سويتش، تمام، سويتشين، وهنا راوتر ميسي وهنا راوتر، تمام، مثلا، وجبت مثلا بي سي من هنا يشبك هذا بالظبط، وبي سي هنا، هجيب كيبل. انا مش هقول لك على انواع الكابلات ولا هنتكلم في تفاصيل، انا بس بعرفك الشق الاولاني اللي هو شق الربط بتاع سيسكو عامل ازاي، تمام. طبعا هنوصل بقى الاجهزه ديت من خلال الكيبل. احنا بالجامعة نستخدم هذا اللي يشبك على كل شيء. بالظبط، في عندك نوعين من الكابلات، الستريت او اللي هو اللي بنسميه ستاندرد، وفي نوع تاني اسمه كروس اوفر. لو هتوصلي اجهزه مختلفه مع بعض بتستخدمي اللي هو الكابل الستريت ده، ليه ترتيب معين في ترتيب الالوان، تمام. خلينا ما نخشش في التفاصيل دلوقتي، واعرفك بس شكل الربط عباره عن ايه، تمام. ده كده اللي انا بعمله، ده اسمه شق الربط او الجزء الاولاني بتاع سيسكو، تمام. ايوه بعد بقى ما خلصت الشق بتاع الربط اللي هو الكورس الاولاني اللي هو السي سي ان ايه، عايز بقى اتحكم في اليوزر اللي قاعدين هنا بقى، المستخدم اللي بيستخدم البي سي ده، البي سي ده والبي سي ده، وواحد تاني قاعد هنا بيستخدم البي سيات دي. طيب ده هيبقى شق تاني اسمه ام سي اس ايه، ده هيكون من خلال سيرفر، عندي سيرفر، تمام. ايوه السيرفر ده هيتحكم فيه، هيتحط برضه في النتورك مع السويتش، تمام. هنزل عليه ايوه هنزل عليه ويندوز سيرفر 2012 مثلا او 2016، من خلاله السيرفر ده هو اللي هيتحكم في كل الناس اللي عندي في اللوكال نتورك دي، اللي هم اللي جوه الناس. اوكي كده الدنيا وضحت؟ ايوه يبقى لحد هنا ده الشق الاولاني اللي هو السي سي ان ايه، ومن هنا بقى دور الام سي اس ايه بتاع مايكروسوفت. ايه طب كيف راح اتحكم بالسيرفر؟ ده ان شاء الله هنتكلم في الكورس الثاني في الاكتيف دايركتوري والدومين كنترولر، وننزل ويندوز سيرفر ونشوف الدنيا عملي على الاكتيف دايركتوري عامله ازاي. هنخش جوه السيرفر ونتحكم بقى فيه يعني على الفيرتشوال ماشين، يعني هننزل الفيرتشوال ماشين، هتنزلي الفيم وير عندك ورك ستيشن عشان تشتغلي عليه، حلو. دي فيرتشوال ماشين بالكاريتي مكان، بس ايه فيرتشوال مش حقيقي، تمام. ايوه وتقدري تستخدمي كأنه ريل انفايرمنت، وتعملي كل الكونفيجريشن اكنك شغاله على ريل ديفايس بالفعل. صح، بس ده كان علشان توفي على ارض صلبه زي ما قلنا، فحضرتك محتاجه الكورسين دول. ما بعد ما بتخلصي السي سي ان اي والام سي اس اي، بتقرري بقى تمشي في السكيورتي نتورك ولا في الفويس ولا في الوايرلس. تمام، السكيورتي ايش هو؟ السكيورتي ايوه بيبقى عندك برضو في سي سي ان ايه بس سكيورتي، وفي سي سي ان بي سكيورتي، وفي سي سي اي اي سكيورتي. الفويس نفس الكلام، عندك سي سي ان اي فويس، سي سي ان بي فويس، سي سي اي اي فويس.
الوايرلس برضو نفس الكلام تمام. في مايكروسوفت بعد ما تخلصي الام سي اس اي، لو عايزه تاخدي ام سي اس اي ام سي